السلام عليكم ورحمة الله. جاءتني رسالة يقول مرسلها أن له ولدا سقط من الشرفة من الدور الأول إلى الشارع ولم يصب بأذى، نزل على رجليه وهو يتعجب من ذلك ويشكر الله عليه ويسألني إيش رأيي فيها. ما لي رأي؟ رأيي فيها ماذا؟ الذي أعرفه أنه يمكن أن تقع مثل هذه الحوادث وأن ينجو منها. من قديم أنا كنت سنة 1948 900 بالميلادي، أقيم في مصر السنة هاي والسنة التي قبلها، كنت موفدا من وزارة العدل في الشام إلى وزارة العدل في مصر للاشتراك في وضع بعض مشروعات القوانين. فكان يعني مركزي في مصر في الرسالة عند الزيات أو في الفتح عند خالي محب الدين رحمة الله عليهما. في من أصدقاء الرسالة أديب لبناني الأصل اسمه حبيب زحلاوي، يكتب وله بعض الكتب الأدبية الخفيفة. بنت له، بنت عمرها 6 7 سنين، سقطت من الدور السادس إلى الشارع ولم تصب بأذى. كيف ما أصيبت؟ هي بمصر لضيق الشقق ينصبون حبالا بين الشرفات على البلكون وبين البلكونات، والحبال عليها هذه، فكانت يعني تعوق نزولها، تؤخرها قليلا من غير أن تضرها، ثم سقطت على كومة رمل لجار البيت الذي يبني بناء جديدا، ما صار لها شيء. كتبت أنا تعليقا عليها مقالة في الرسالة. كتب أحد الكتاب يطعن بصحة الخبر، يتهمنا بالكذب أنا، ويتهم أبا البنت. راح هذا أتاه ونشرها بتقرير الشرطة وتقرير الطبيب الشرعي بأن هذا واقع وصحيح. أنا رأيت بعيني أشياء كثيرة. لما كان الترام في دمشق، الترام الكهربائي، ألغي من زمن بعيد. بمصر أظن أنه لا يزال باقيا أو ألغي، ما أدري، أن صار لي 20 سنة، مضى علي 20 سنة ما رحت إلى مصر. لما ألغي من الشام كلمة على الهامش، كنت مرة في بروكسل في بلجيكا وجدت الترام تبعنا يمشي هناك. ليش؟ لأنه كان هذه شركة بلجيكية هي صاحبة الترام في دمشق، ولها خطوط في البلد، 3 4 خطوط في بروكسل على طولها وعرضها. مو هذا المهم. هذا ينحدر من الجبل من قاسيون في منحدر شديد جدا، وبعد ذلك يتحول. فمرة أفلت القطار الترام من السائق، يعني الكابح الذي يكبحه به مثل فرامل السيارة ما عادت تشتغل خلاص، ونازل نعوذ بالله مثل البلاء. من يوقفه؟ أنا بهذا الشيء رأيته بعيني. امرأتان إحداهما عجوز متحجبتان تمشيان على خط الترام، رأيت الترام بعيني، ما بقي بينه وبين المرأتين إلا عدد من الأمتار. أغمضت عيني، ما عاد في يشوف الشوفة. تدرون ماذا كانت النتيجة؟ والله أقول لكم أشياء واقعة. لما اقترب من تقاطع الخطوط في خط بيروح بالعرض، انحرف وخرج عن الخط، وفي دكاكين من الطين اخترق الدكان وذهب، وصل إلى داخل منزل، ناس قاعدين في بيوتهم والباب مغلق عليهم، جاء الترام شق هدم الجدار ودخل عليهم فدعسهم أو قتل بعضهم. واللتان كانتا تمشيان بين الخطين ما أصابهما شيء. تقع حوادث. في حادثة أخرى كثيرة من نظر في هذا وجد عجائب. مرة في
سيارات النقل الجماعي هذه تمشي هذه من دمشق إلى حمص إلى حماة إلى حلب، طريق طويل طوله نحو 300 كيل، وفيها أعداد كبيرة من الناس. هذه قضية كتب عنها بالجرائد وجرت فيها تحقيقات وصار شيء يعني، وثبت الأمر. هذا السيارة ماشية، يحدث الذي كان إلى جنب السائق، والطريق خالي بين المدن في خلاء ما في أحد. وقف هذا، قالوا لماذا وقفت؟ قالوا ما رأيت هذا الشيخ المسكين هذا اللي يطلب مني أن أقف؟ قالوا أي شيخ؟ قالوا أي واقف أمامك. نظر فلم يرى أحدا. لماذا وقف؟ هذا جاءت منيته، جاء موعد وفاته بهالدقيقة. لو مات وهو يسوق السيارة والسيارة فيها 60 راكبا أو أكثر لصار حادث واصطدام وشي، فمات أكثرهم. هم ما جاء أجلهم، هو وحده جاء أجله، هم ما جاء أجلهم. فأراه الله أو بعث له ملكا، الله أعلم. هذه الحوادث التي ثبتت، وهذا كل الذي أقوله ثبت بتقارير رسمية. هي مر عليها يمكن نحو ربع قرن أو نحو من 30 سنة، ما أدري والله التاريخ. نعم، فأراه الله هذا الشخص أو بعث له ملكا حتى يقف ليموت هو وحده، لأن أجله قد جاء، وينجو الركاب لأن آجالهم لم تجئ بعد. في وحدة ثانية هذيك طريفة، أقرب أن تكون مضحكة أيضا، على هذا الطريق سائق سيارة شحن، لا والله سيارة ركاب قديمة، والسائق يبدو ما يراعي الأنظمة كثيرا. مر على ناس من البدو، جاء واحد بدوي قال له بدي أركب، قال ما في محل، قال له اطلع أركب على سطح السيارة، طلع ركب على السطح. بعد أن مشت مدة نزلت الأمطار، هذا حتى لا يصيبه المطر وجد طرف هذه مشمع كبير مثل الخيمة أو شيء، غطى نفسه به ونام. بعد مسافة جاء بدوي ثاني قال له بدي أركب، قال له اطلع عند خويك فوق، عند أخيك، عند صاحبك. طلع ما وجد أحد، وين هذا خوي؟ التفت حوله ما وجد شيء. لا لا عفوا، نسيت، ما تغطى بخيمة. وجد نعشا فارغا، نعش فارغ يحملونه ليأتوا بميت من بلد إلى بلد. هذا دخل وسط النعش فنام فيه. هي نسيت القصة. هذا ما وجد إلا النعش، البدوي الثاني، فخاف يعني استوحش أن يركب مع ميت. الرجل اللي نائم في النعش صحى من نومه، أحب أن يعرف هل انقطع المطر أم لا، رفع طرف النعش ومد يده يتحسس المطر. البدوي الثاني لما رآه ظن بأن الميت قام ومد يده، فمن رعبه سقط من فوق السيارة فمات. في قصة رواها ابن الجوزي أن واحد أغمي عليه، ما كان فيها يعني الطب الراقي في تلك الأيام، ظن أهله بأنه مات، وجاءوا بمن يغسله. لما وضعه على هذا السرير الغسل، غسل الأموات، وصب عليه الماء، هذا ما كان ميتان، كان مغمى عليه، صحى. فقال أين أنا؟ الغاسل من رعبه سقط ميتاً، الغاسل مات، والميت نزل من فوق المغتسل، فوضعوا الغاسل في مكانه وذهب هذا إلى أهله على رجليه. هذه حوادث تقع كثيرا، يقع أمثالها. لكن هل معنى هذا أننا نتعرض للخطر ونعتمد على هذه الحوادث التي هي من قبيل الشاذ، من قبيل يعني النادر؟ لا،
الله أمرنا بأن نتخذ الأسباب، أسباب الوقاية، نتخذ الأسباب ونطلب من الله السلامة. إذا كان هذه اللي ماشي على خط الترام نجت، واللي في بيته دخل عليه الترام فقتله، ليس معنى هذا أنه كل من كان في بيته فإنه يموت، لا، علينا نحن أن نتخذ الأسباب، نحتاط. والمبالغة في الاحتياط هذه تدعو إلى الخطر، تقف الحياة. هلأ حساب الاحتمالات عند الرياضيين يعرفونه. هلأ إذا واحد أراد أن يقطع الشارع، أي شارع تمشي فيه السيارات، احتمال أن تصيبه سيارة أقوى من احتمال النجاة. لو حسب هذا الحساب ما يستطيع أن يقطع الشارع من طرف إلى طرف. إذا لا نهمل نحن الأسباب ولا نبالغ فيها، هذه حقيقة عقيدة القضاء والقدر. المسلم يتخذ الأسباب، نعم، لكن لا يعتمد عليها وحدها. شوفوا الأمريكان، كثير من غير المسلمين يعتمدون على الأسباب فقط، الأسباب المادية. الأسباب المادية قد لا تأتي بالنتيجة دائما. بعض الصوفية المتأخرين ظنوا بأن التوكل على الله هو ترك الأسباب، أنه بدك تروح للحج امشي على رجليك في البادية هيك بدون زاد ولا راح، يقول توكلت على الله. هذا إذا مات يموت عاصيا. تلميذ ما اتخذ أسباب النجاح، ما درس، ما قرأ، ما استذكر، لا تقول ذاكر، استذكر، ذاكر يعني اثنين بده يكون حتى يتذاكر، فعل مشاركة. قال يا ربي نجح لي، ما بنشعر. قلت لكم مرة أنه فلاح إذا لا حرث الأرض ولا وضع البذار قال الله اللهم أنبت لي زرع، ما ينبت له. لكن ربنا وضع قوانين في الوجود وأمرنا بأن نخضع للقوانين التي وضع. نحن اليوم نسميها القوانين الطبيعية، هذا اصطلاح، تسمية اصطلاحية، طبيعية، نعم، لكن من الذي طبعها؟ الذي طبعها طابعها هو الله. ولذلك المسلم لا يغتر بحوادث فردية قد تقع، قد ينجو فيها الإنسان من وسط الخطر. إيش قال المتنبي في قصيدته هذه الميمية المشهورة؟ تمر بك إيش الأبطال كلما هزيمة، ووجهك بس ووجهك بس إيش بسام، لا ووجهك انشيت وضاء، وثغرك باسم، كأن شبه بإيش؟ قال كأنك في جفن الردى وهو نائم. شوفوا تشبيه المتنبي العظيم، كأنك في جفن العين. لو وقف هنا وما قال وهو نائم، ما في شاعر آخر يستطيع أن يتم البيت أبدا. البيت يتم، لكن وقتها اللي يتم الآن. السلام عليكم ورحمة الله.